صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستشهد بعد قليل تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هنا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل الافتتاح الرسمي للفعاليات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسن بانك. هذه الاجتماعات التي تحمل عنوان في منتهى الأهمية في هذه الفترة تحديدا، تفعيل الاتفاقية الخاصة بالتجارة الحرة الإفريقية القارية في حقبة ما بعد كوفيد-19 والاستغلال الأمثل لقوة الشباب. صباح الخير يا يوسف. صباح الخير يا ريهام. صباح الخير على كل مشاهدينا من هنا من مقر العاصمة الإدارية الجديدة. نحن الآن في انتظار تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسم بنك في نسخته 29، من هنا من مقر العاصمة الإدارية الجديدة لما لها من أهمية استراتيجية، كونها تعد مركزا متكاملا في المستقبل للمال والأعمال في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسم بنك هو بنك أو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لجميع بلدان القارة الأفريقية، معني بدعم وتمويل التجارة البينية داخل أفريقيا وخارجها. تأسس البنك في أكتوبر من عام 1993، ويملكه الحكومات الأفريقية والبنك بنك التنمية الأفريقي وعدد من مؤسسات التمويل الأفريقية وأيضا عدد من مؤسسات القطاع الخاص. القطاع الخاص بالفعل له دور كبير في هذه الاجتماعات التي تنعقد خلال هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة. القطاع الخاص سيكون له دور كبير أيضا كما ذكرنا في العنوان الخاص بهذه الاجتماعات، الشباب، تمكين الشباب أيضا من الأولويات التي سيتم مناقشتها في الجلسات الخاصة بهذه الاجتماعات، بالإضافة أيضا إلى تمكين المرأة بشكل كبير لما لها من دور هام جدا، هي القلب النابض للقارة الإفريقية، وكذلك أيضا هي النبراس لكل قيمها الثقافية ولحضارتها، والعمل على التأكيد على الهوية الإفريقية بشكل أساسي من خلال الشباب ومن خلال المرأة، والعمل على يعني إعداد الشباب بشكل أساسي لقيادة المستقبل في أفريقيا. من هنا تكمن أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في هذا التوقيت تحديدا في ظل الأزمات والتحديات الكثيرة التي يمر بها كل العالم، بشكل خاص بعد التحديات والتداعيات الخاصة بأزمة كورونا وأيضا الأزمة الأوكرانية لما لها من تأثير كبير على العالم بأسره وعلى القارة الأفريقية وعلى التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية. هذا أيضا يبرز الدور الهام لمصر في القارة الأفريقية، هي واحدة من أكبر الاقتصاديات في القارة الأفريقية، بالإضافة أيضا إلى الدور البارز والمهم والقيادي من خلال القطاع الخاص في مختلف المشروعات الاستثمارية التي تتم في القارة الأفريقية باعتبارها سوقاً واعداً للاستثمار هنا في القارة الإفريقية، قارتنا الأم. وهذا بالتأكيد يعني بيذكرنا بالاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة لعام 2063، والتي تخطو إليها قارتنا الأم القارة الإفريقية بخطى ثابتة. نعم ريهام، أفريقيا المستقبل، وكما يؤكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما في كل لقاءاته الخاصة بالتحديات الاقتصادية، وتحديدا منذ بدء الأزمات التي واجهها العالم، منذ بدء أزمة كوفيد-19 وتلاها الأزمة الأوكرانية الروسية، الرئيس السيسي أكد دوما على أهمية التكامل والتكاتف ما بين الدول الأفريقية من خلال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والتنمية الاقتصادية كما أشارت ريهام، في من خلال أجندة التنمية 2063. وأكد أيضا السيد الرئيس على دور القطاع الخاص في سواء محليا أو إقليميا في دعم هذه المشروعات. نذكر أن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير له باع طويل في دعم الدول الأفريقية وتحديدا مصر في خطة التنمية المستدامة. البنك الأفريقي للتنمية للاستيراد والتصدير أفريكسم بنك يطمح للمزيد من العمل المشترك من الدول الأفريقية لمواجهة مسألة التضخم التي يعاني منها العالم الآن، ويدعو إلى مزيد من الدعم والمزيد من جني الرأس المال التي تساعده في
تمويل المشروعات وفي دعم الاقتصادات الافريقيه الناشئه. هذه الاجتماعات في هذه النسخه يشارك فيها اكثر من 3000 خبير مصرفي حكومي ودولي رفيع المستوى، وايضا يشارك فيها محافظو البنوك المركزيه ورؤساء الحكومات والوزراء الافارقه، وايضا ممثلين من المنظمات الدوليه والاقليميه، ولعل على راسها منظمه الامم المتحده والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي. نؤكد مرة أخرى على عنوان هذه النسخة: منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، وأيضا الاستفادة من الشباب. وهنا عنصر الشباب له دور مهم جدا، وخاصة ونحن نتحدث عن قارة أفريقيا هي القارة الشابة. بالفعل القارة الإفريقية هي القارة الشابة، هناك اهتمام كبير بالشباب وبتمكين الشباب الإفريقي، بل والاستفادة من الأفكار الملهمة الشبابية كطاقة إبداعية من أجل التحول الاقتصادي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من مناسبة عن أهمية القارة الإفريقية، وكما ذكرنا دائما هي قارتنا الأم، وأهمية دور الشباب وأهمية دور المرأة. كذلك أيضا تحدث بشكل أساسي عن أهمية تطوير ثرواتنا البشرية، الكوادر البشرية، كيفية تطويرها لكي تتواكب مع كل ما يحدث في عصرنا من يعني تقنيات حديثة، بالإضافة أيضا إلى التطورات الكثيرة التي يشهدها العالم بأسره، سواء كانت تحديات أو أزمات، بالإضافة على الجانب الآخر أيضا إلى كل ما يتعلق بالتطورات التي يشهدها عصرنا الحالي. إذن هناك اهتمام كبير بالقارة الإفريقية وبدعم التنمية في القارة الإفريقية وبتفعيل هذه الاتفاقية الهامة، اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، وذلك من أجل الوصول إلى إفريقيا المستقبل، من أجل العمل على يعني تاريخ ومستقبل أفريقيا والاندماج لإفريقيا في عالم التغيرات الجيوسياسية. هذه ربما هي بعض العناوين الخاصة بالجلسات التي سوف تناقش في هذه الاجتماعات، 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين في منتهى الأهمية بهما الكثير من البرامج والمبادرات الرئيسية المهمة المعنية بدعم كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تفعيل هذه الاتفاقية، اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأكبر، تفعيل هذه الاتفاقية بشكل أساسي، بالإضافة أيضا إلى تفعيل كل ما يتعلق بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والعمل على تنويع التجارة وفقا لكل ما يقوم به هذا البنك مؤخرا، والتعاون مع البنك المركزي المصري. هذه الاجتماعات ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع أفريكسن بانك أو البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. نعم، هي حلم الأباء المؤسسين وتطلعات الشعوب الأفريقية إلى مستقبل أفضل والتحول إلى عالم أفضل، ومسألة التكامل الاقتصادي والتحول الاقتصادي أصبحت ملفات واجب النظر إليها والتكاتف حولها لدعم المشروعات التنموية في قارتنا الأفريقية. ربما تأتي أهمية هذا المؤتمر أو هذه الاجتماعات في ظل التحديات الراهنة التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية، ومن ثم وجب إعادة ترتيب هذه السلاسل، سلاسل التوريد العالمية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية والفرص والتهديدات التي تواجه اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي يطمح الجميع.
اختلاف اللسان، وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان. أسمر وكان فنان عالحلم عينه تبان، شمس الصبح ترعاه وفي المساح كيان. نحن الآن مشاهدين في انتظار تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للافتتاح الرسمي للاجتماعات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسم بانك. هذه الاجتماعات كما ذكرنا أنها بتنعقد في توقيت في منتهى الأهمية، وربما الجلسات التي سوف تنعقد على مدار 4 أيام هي 30 جلسة عامة ورئيسية، ومن أبرز هذه الجلسات هي التي تتحدث عن كيف تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وذلك نحو التغيرات التي تحدث حاليا للتحول نحو العالم المتغير. هذه هي أحد العناوين الخاصة بالجلسات التي ستنعقد خلال الأيام القادمة، بالإضافة أيضا إلى جلسة بعنوان تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية نحو أفريقيا المستقبل، بالإضافة أيضا إلى الحديث عن تمكين الشباب الأفريقي، بالإضافة أيضا مشاهدينا وكما ذكرنا على التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تطوير لكل إمكانات الشباب والعمل على تطوير الثروات البشرية بشكل أساسي لكي تستطيع أن تتعامل مع كل ما نشهده من حداثة الآن يشهدها عصرنا الحديث. أيضا مشاهدينا من ضمن الجلسات المهمة جدا التي ستنعقد على مدار الأيام القادمة كل ما يتعلق بتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي، وأنه تفعيل هذه الاتفاقية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية هي بالفعل تحقق المستقبل بالنسبة لأفريقيا، وأيضا كما ذكرنا أنها بتتحدث عن التاريخ والمستقبل بالنسبة لأفريقيا والاندماج الإفريقي في عالم التغيرات الجيوسياسية. نعم ريهام، هذا الحدث يأتي بأهمية بالغة سواء على الجانب الاقتصادي أو الجانب الجيوسياسي كما أشرت من قبل. الجانب الاقتصادي يتمثل في ما تعانيه الدول الأفريقية على وجه التحديد، وبالأخص التي تعتمد على الصادرات سواء من أوكرانيا أو على الواردات عفوا من أوكرانيا أو من روسيا، ومن هنا تأتي دور أهمية هذه الاجتماعات
المؤسسين مؤسسي البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك هي مؤسسات كثر وحكومات كثيره من على راسها تاتي مصر، تعد اكبر المساهمين في البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وايضا هناك البنك الافريقي للتنميه والذي قد اعلن عن خطه طارئه وعاجله لانتاج الغذاء بقيمه مليار ونصف المليار دولار لمساعده الدول التي تعتمد في غذائها على الاستيراد من الدول الأوروبية، ومن هنا تأتي أهمية هذا الحدث للتشاور والتكامل حول فتح مجالات الاستيراد والتصدير. وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ذلك قد أعلن أن القارة الأفريقية تفتح أبوابها أمام جميع الشركاء الدوليين وتحديدا القطاع الخاص بكل ممثليه لدعم وتمويل المشروعات التنموية في هذه القارة الغنية بشبابها والغنية بثرواتها، كل ما تحتاجه هو نبذ الخلافات السياسية فيما بينها وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتفعيل التجارة البينية بين الدول الأفريقية ومنافسة الاقتصادات العالمية لما تمتلكه هذه القارة من موارد، سواء موارد بشرية أو موارد نفطية أو ما غير ذلك. هي بالفعل سوق واعدة للاستثمار، وربما هذه الاجتماعات بتسهم إلى حد كبير في جذب المزيد من المستثمرين في تعزيز وتنويع ودعم التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وربما دعم المشروعات أيضا الصغيرة والمتوسطة، وهذه أيضا بتعتبر من ضمن المعارض التي سوف تشهدها الأيام القادمة أو الاجتماعات القادمة التي تهدف إلى دعم هذه المشروعات وتفعيل الاتفاقية من خلال دعم هذه المشروعات. ربما أيضا يعني العمل على تفعيل إمكانيات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية هي بوابة للاستقلال الاقتصادي، وهذا أيضا من ضمن الجلسات التي سوف تناقش خلال الفترة القادمة أو خلال الأيام القادمة. إذن التحول الاقتصادي والاستقلال الاقتصادي والاندماج الإقليمي، كل هذه الموضوعات سوف تناقش خلال جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي يأتي متزامنا مع فترة في منتهى الأهمية يمر بها العالم بأسره، ليس فقط القارة الإفريقية، وذلك بعد الأزمة الأوكرانية، وكذلك أيضا في حقبة ما بعد كوفيد-19. نعم ريهام، في إشارة لما ذكرتي حول الأزمة الأوكرانية، هي تسببت بالفعل في نقص المعروض من القمح والذرة وبعض الحبوب الأخرى، وكذلك الأسمدة في عدد من الدول الأفريقية التي تلجأ إلى روسيا وأوكرانيا لاستيراد 80% من احتياجاتها من القمح والذرة. ربما يسأل البعض ما أهمية مثل هذه الاجتماعات للمواطن البسيط. تحدثنا عن دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول الأفريقية، وربما هناك مردود اقتصادي مباشر وغير مباشر من توفير فرص العمل في هذه المشروعات، ومن ثم يأتي المردود الاقتصادي على المواطن البسيط. يعني ليس بالضرورة أن يهتم الخبراء الاقتصاديين فقط بمثل هذه الاجتماعات الهامة، ولكن أيضا المواطن البسيط له الحق في متابعة مثل هذه الاجتماعات لما لها من مردود إيجابي مباشر وغير مباشر على اقتصاد الدول التي يعيش فيها المواطنون الذين يعانون الآن من أزمة في ارتفاع الأسعار أو التضخم، وهي أزمة تطال العالم بأكمله. ولكن مصر تستضيف هذه الاجتماعات تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لها من أهمية، سواء هذه الاجتماعات أو القارة الأفريقية بوجه عام لما لها من أهمية قصوى عند القيادة المصرية منذ قدم التاريخ، ولكن هذه المرة تحديدا وبعد أن توقفت الاجتماعات لمدة عامين بسبب جائحة كورونا والنسخة الأخيرة كانت في روسيا من عام 2019، تأتي أهمية هذه الاجتماعات في هذه المرة تحديدا لما تعانيه الدول الأفريقية والدول في أوروبا والغرب من تداعيات الأزمات المتلاحقة أزمة تلو الأخرى. نعم، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، هذا ما ذكروا تحديدا يوسف وما أشرت إليه أيضا سيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك مجهودات قصوى تبذل الآن سواء على مستوى الدولة المصرية أو في القارة الإفريقية، وذلك من أجل مواجهة
التضخم وذلك كأثار للأزمة الأوكرانية وما أحدثته من تداعيات كثيرة ليس فقط في مصر ولكن في كل أنحاء العالم. هناك مجهودات كبيرة جدا تبذل من أجل مواجهة التضخم، وعلى التوازي هناك أيضا مجهودات كبيرة من أجل العمل على دفع النمو ورفع النمو وأيضا خلق الوظائف وفرص العمل المختلفة. إذن تحديات كثيرة تواجه القارة الإفريقية وأيضا تواجه مصر في هذه الفترة الهامة جدا، والتحديات الكثيرة التي يمر بها العالم بأسره وذلك في حقبة ما بعد كوفيد-19 وأيضا في ظل التداعيات المختلفة للأزمة الأوكرانية. إذن مشاهدينا، في ظل كل ما يحدث في العالم من حولنا تنعقد هذه الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بجلساته المختلفة التي سوف تناقش كل هذه التداعيات وكل هذه التحديات بعناوين مختلفة، تركز في الأساس على ضرورة دعم الشباب وضرورة تمكين الشباب وأيضا الاستفادة من الأفكار الملهمة للشباب كطاقة إبداعية لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود وتحقيق الاندماج الاقتصادي أيضا والاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بشكل كبير. هذه هي الأهداف الرئيسية التي تنعقد من أجلها هذه الاجتماعات. نعم ريهام، ربما أشرت إلى دور البنك في دعم وتمويل المشروعات المتوسطة. نعيد مرة أخرى تذكير المشاهدين بأن هذه الاجتماعات تنعقد على مدار 4 أيام من الخامسة. تفضلوا استراحة، تفضلوا. السيد رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي الوزراء ومحافظي البنوك المركزية، السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم على أرض مصر، مصر الطيبة، بوابة إفريقيا الشمالية. فلطالما كان الحديث عن مصر هو الحديث عن إفريقيا، والحديث عن إفريقيا هو دائماً وسيظل الحديث عن مصر. فلم تعتبر مصر في وقت من الأوقات نفسها دولة وحيدة، بل هي القلب النابض لإفريقيا، ودائماً ما اعتز المصريون بهويتهم الإفريقية. نجتمع اليوم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية التي تستضيف النسخة 29 للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي. فالعاصمة المصرية الجديدة ترمز لعصر جديد من التطور والازدهار، تدشن به مصر أكثر من 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتنطلق بها نحو مستهدفات مسيرة التنمية التي تتبناها الجمهورية الجديدة، لتكون هذه العاصمة ليست طفرة مفتاح مصر فقط، ولكن أيضاً طفرة للقارة الإفريقية جمعاء. لذلك فإن اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في نسختها الحالية تكتسب أهمية خاصة لفتح آفاق رحبة للنهوض بالتجارة والصناعة في إفريقيا. كما أن هذه الاجتماعات الحضورية التي يشرف عليها البنك المصري المركزي تأتي بعد توقف عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، فالعالم يشهد أحداثاً وتغيرات غير مسبوقة.
لذلك لن تستمر القارة الإفريقية مطمعاً للراغبين في خيراتها، بل عادت وستعود. هي القارة البكرة التي ينظر إليها العالم بعين الشغف. لذلك القضية واحدة والتحديات مشتركة، وبالتأكيد الهدف والنجاح سيكون دائماً واحد. للحديث حول التعاون المصري المثمر مع بنك التصدير والاستيراد ومبادراته لدعم التنمية في مصر، نرحب بالسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السيد دكتور بنديكت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أصحاب السعادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أرحب بسيادتكم في هذا الحدث الهام المتمثل في افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية 29 لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي لعام 2022، وتحت عنوان تفعيل إمكانات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 من خلال الاستفادة من طاقة الشباب، والتي ينظمها البنك المركزي المصري بناء على تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالإعداد والتنظيم لها، وذلك على ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية للعمل الإفريقي المشترك. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا الحدث الهام، والذي ينعقد بدر التاج مصر وفخرها العاصمة الإدارية الجديدة في توقيت يواكب ظروفا استثنائية عالمية تحتاج إلى رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة. فما لبث العالم أن بدأ في خطوات التعافي من جائحة كوفيد-19 حتى أطلت الأزمة الروسية الأوكرانية بتداعياتها على دول العالم، ولتزداد وطأتها على الدول القارة الإفريقية. فخامة السيد رئيس الجمهورية الحضور الكريم يتابع العالم أجمع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي كانت وما زالت بمثابة الصدمات القوية لمعظم اقتصادات العالم. حتى العالم النامي والدول المتقدمة التي نراها تعاني حاليا من مشاكل وتحديات جسيمة في نسب التنمية وتهديدات التضخم. أما على مستوى دول القارة الأفريقية فهي تعاني أساسا من عديد من المشكلات والأعباء الداخلية، والتي زادت وطأتها بطبيعة الحال مع تداعيات تلك الصدمات الخارجية. فلقد تحملت حكومات الدول الأفريقية ومؤسسة التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19. من جهة أخرى اقترت بانتشار ذلك الفيروس أن اتجهت دول العالم نحو فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، وهو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج أو التي تعول كثيرا على الموارد من قطاع السياحة. ولم تكاد تمر تداعيات أزمة ذلك الوباء وظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي منها حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية العالمية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة ما ألقته الاضطرابات الجيوسياسية من ظلال قائمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصاد الدول الإفريقية بوجه خاص. ولقد أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة أيضا، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن ارتفاعات ضخمة.
الأمر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخمية على كافة الاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة وشعوبها. ومما لا شك فيه أن تلك الاضطرابات الجيوسياسية تمثل اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي بشكل عام في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على التوقعات بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن تفضي تلك الاضطرابات إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم والارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها، بما يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على كاهل السلطات النقدية والمالية بالدول الإفريقية بوجه خاص فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات. وإذا تضافر تلك الضغوطات فإن الأمر يفرض على صانع السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح التضخم المتزايد ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التشديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحسار وباء كوفيد، خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة. على الجانب الآخر فإن تلك التحديات المستحدثة والمتعاقبة أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وهو الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسات والآليات الكفيلة بفتح أفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم، فضلا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات من شأنها أن تعيق جهود إرسال التنمية والرفاه وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مستوى جمهورية مصر العربية فلم نكن بمعزل عن تلك التطورات، ولا يمكن أن ننكر أننا قد تأثرنا بتداعياتها، ولكننا قادرين بإذن الله على تجاوزها والعبور إلى آفاق مستقرة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة. ولقد استطاع البنك المركزي بالعمل مع الحكومة ومع البنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة، وذلك لتوفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات، مما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين. وفي واقع الأمر فإن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير، ولكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة المصرية ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات الهامة، تعمل جميعا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائما على تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات والمعطيات العلمية وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية. وأود بهذه المناسبة أشيد بأداء مؤسستنا المصرفية والمالية التي أدت التكليفات المنوطة بها بكل كفاءة واقتدار لتثبت مكانها ومكانتها في عصر الرقمنة، واضعة على رأس أولوياتها تعزيز الشمول المالي ومبادراته لتمكين جميع فئات المجتمع من الخدمات المصرفية. وبالفعل تولى الجهاز المصرفي تلك المهمة بكل إخلاص وتفاني لتحقيق رؤية القيادة السياسية وما تصبو إليه من طموحات تجاه هذا الوطن، فقد عهدنا على أنفسنا أن نواكب سرعة تنفيذ هذه الأمال والطموحات لتكون واقعا ملموسا لتعويض الكثير من الإنجازات التي يربو إليها المواطن المصري تحقيق حياة أفضل، متخذين من تلك نهجا محفزا للطاقات والإمكانات التي يصغر بها الاقتصاد المصري. وحقيقة إن التضحيات التي قام بها الجهاز المصرفي
والتي قام بها العاملون به، وفي خلال أزمة كورونا وفقدان أكثر من 250 روحا شهداء من أجل خدمة المواطن والمواطنين في هذه الظروف، لو مثل أعلى لما كان يحدث في قطاعات كثيرة من الدولة مثل قطاع الصحة إلى آخره. إن البنك المركزي يثمن غالياً الدور الإقليمي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع مسيرة التنمية في أفريقيا والدعم الأساسي لها، لما يقوم به من توفير التمويل اللازم، وانطلاقاً من الأهمية التي توليها مصر للقضايا الإفريقية والنظر في الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة للقارة، فقد ارتأت القيادة السياسية المصرية أهمية المتابعة الحثيثة لأعمال بنك التصدير والاستيراد ومدراته ودعمه بكل الاحتياجات المالية وضخ الأموال في رؤوس أموال البنك الأفريقي. في الختام أحب الترحيب بحضراتكم مرة أخرى على أرضنا بلدنا مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنى بسواعد أبناء من المصريين الذين لم يدخروا جهدا في رفعة بلدهم وتحقيق التقدم والتنمية في ظل قيادة حكيمة ووطنية ترعى مصالح شعبها وتضع نصب أعينها أن تحقق له الرعاية والأمن والاستقرار ورفع مستويات معيشته بما يليق بمكانته وبتاريخه على مر العصور، واضعة على رأس أولوياتها تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق التقدم والازدهار لجميع الدول الإفريقية. وشكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا سيادة الحضور. إفريقيا السمراء، قارة الشمس المشرقة، القارة الحلمة، إفريقيا الخيرة، مرت بالكثير من التحديات ولكنها قادرة دوما بالتكاتف والتكامل يدا واحدة التغلب عليها، وأمامها مستقبل يتحقق بالإرادة وبطموحات أبنائها، وتبقى دوما الصورة أكثر تعبيرا من الكلمات. أترك حضراتكم الآن مع هذا الفيلم التسجيلي إفريقيا تحديات وطموحات. يشهد العالم منذ نهاية عام 2019 العديد من الأزمات المتعاقبة، ففي مطلع عام 2020 اجتاح فيروس كوفيد-19 دول العالم لتتجه نحو إغلاق حدودها أمام حركة الطيران والسفر وانتقال المواطنين، وبما حمل في طياته الكثير من التداعيات على اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام. ولكن تشتد حدتها ضراوة على دول القارة الإفريقية خاصة، فلقد تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانياتها نحو توفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد ذلك الفيروس، وهو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية والتي تعاني أساساً العديد من المشكلات والأعباء الداخلية. ولم تكد تمر تداعيات أزمة ذلك الوباء وظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي منها حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية العالمية خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة ما ألقته الاضطرابات الجيوسياسية التي أسفر عنها النزاع الروسي الأوكراني من ظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصادات الدول الإفريقية بوجه خاص. ولقد أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، الأمر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخمية على كافة الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية والأسواق الناشئة، الأمر الذي نشاهد آثاره بشكل واضح ليس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات فحسب، بل ندرتها وعدم إتاحة الكثير منها أحياناً في العديد من الأسواق وحتى في الدول الأكثر تقدماً. القارة الإفريقية، قارتنا السمراء، الشمس المشرقة، الحديقة الغناء للكرة الأرضية،
هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا، وهي أيضاً ثاني أكثر القارات اكتظاظاً بالسكان. تبلغ مساحتها حوالي 30.2 كيلومتر مربع، وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20.4% من إجمالي مساحة اليابسة. وتحظى القارة بأشكال متعددة ومختلفة من الثروات التي حباها الله بها، حيث تمتلك موارد طبيعية وبشرية تؤهل دولها لمكانة تختلف جذرياً عن واقعها. وعلى الرغم من ذلك، تعاني القارة الإفريقية من مشكلات كثيرة لا يتسع المجال لسردها، ولكن لعل أبرز تلك المشكلات ما يتعلق بمعدلات الفقر المرتفعة في العديد من المجتمعات الإفريقية، وما له من تبعات متشعبة سواء على مستوى صحة الأفراد أو معدلات الإنتاجية، وبالتالي على تحميل موازنات الدول المزيد من الأعباء. ومن أبرز المشكلات أيضاً التي يعاني منها معظم دول وشعوب القارة هي مشكلة التصحر وأثار التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية وما لذلك من انعكاسات على السلع الغذائية. إضافة إلى ذلك، فإن من أخطر المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية بل والعالم أجمع هي مشكلة ندرة المياه والتوزيع العادل لها، وهو ما يزيد من الضغط على المتاح من الرقعة الزراعية في العديد من دول القارة. مصر القلب النابض للقارة الإفريقية، والتي تحرص دائماً على تميز علاقاتها مع أشقائها في كافة دول القارة. ودأبت الدولة المصرية على وضع هموم ومشاكل القارة على رأس أولوياتها، ولقد تجلى ذلك في مساعي القيادة المصرية للتعامل مع العديد من التحديات المتنامية والمتشابكة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019. الذي يتعين علينا نحن الأفارقة أن نثبت لأنفسنا قبل العالم الخارجي أنه حلم واقعي سيتحقق، وأنه بالإرادة لا مكان للمستحيل. واليوم تحتضن العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماعات السنوية 29 لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2022 تحت شعار تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في عصر ما بعد كوفيد-19 والاستفادة من طاقة الشباب. ويسطر تاريخ مسيرة البنك هذه الاجتماعات كعلامة مضيئة على طريق التعاون المتواصل مع مصر، حيث توجت الاجتماعات برعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وراعي جهود التنمية في القارة الإفريقية. أسمر وكان فنان على حلم عينه تبان، شمس الصبح ترعاه وفي المساح كياه. أفريقيا أرض إن إفريقيا هي الامتداد الطبيعي لجمهورية مصر العربية، فمصر على مدار تاريخها تحرص دائماً على تعزيز التعاون مع أشقائها من الدول الإفريقية، ولعل مصر الحاضر تولي اهتماماً متزايداً بعمقها الإفريقي ودفع جهود التنمية بقارة إفريقيا، فالمصير واحد، والأزمات التي مرت بها القارة برهنت على حب متكامل بين أبنائها. للحديث عن دور البنك في دعم الاقتصاد الإفريقي وتنمية التجارة الإفريقية، أرحب بمعالي السيد بنديكت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، فليتفضل. Your Excellency عبد الفتاح السيسي، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،
معالي السيد مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، معالي السيد مودي سامبو نائب رئيس جمهورية نيجيريا، معالي السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والشريك في تنظيم هذا الحدث، معالي السادة الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والسادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية في أفريقيا، السادة الزملاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكذلك زملائي في البنك المركزي المصري، والسيدة زوجتي العزيزة، السيدات والسادة، أرحب بكم اليوم في مصر، الدولة المضيفة لبنك التصدير والاستيراد أفريكسيم بانك، هذه الأرض التي يصنع فيها التاريخ، الأرض التي تصنع التاريخ. على مدار 7000 عام شكلت مصر تاريخ الإنسانية، وكذلك اطلعت بالفنون والعلوم والهندسة والمعمار، من الأهرامات وأبي الهول في الجيزة، ومرورا بالمعابد والمقابر في الأقصر وقناة السويس والسد العالي في أسوان، لم تفشل مصر قط في ترك آثار رائعة للتاريخ. واليوم في هذه العاصمة الإدارية الجديدة تشهدون معنا صفحة جديدة من التاريخ ذات زخم كبير للإنسانية، حيث نشهد في هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي ظهرت كمعجزة جديدة في هذه الصحراء التي استمرت لما يزيد على 7000 عام في أقل من 7 أعوام. السيدات والسادة، الحضور الكرام، فكرة أن أفريقيا لن تنهض مجددا هي فكرة خاطئة، والآن نحن نقف لنشهد هذا العمل الذي حدث في مصر لكي نقول من هذه المنصة أننا نستطيع إذا ما توفرت لنا الإرادة. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الكريمة، أشكركم جزيلا على رعايتكم وعلى رفعكم للعلم المصري خفاقا في السماء، ونهنئكم على النجاحات التي حققتموها في مصر، وكذلك خلال فترة ولايتكم لرئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، حيث أثبتتم لنا أنه من خلال العزم والتصميم والتركيز والوحدة نستطيع استغلال القدرات الهائلة الكامنة بوفرة في إفريقيا من أجل إحداث التغيير. ونحن في أفريكسيم بانك نتشارك معكم التزامكم تجاه أفريقيا، حيث نضع أفريقيا في الصدارة في كل ما نفعله. وحينما حلت علينا جائحة فيروس كورونا في عام 2020، تركت أفريقيا تدافع عن نفسها، ومواجهة لهذه التحديات أطلق أفريكسيم بانك مرفق التقليل من آثار جائحة كورونا، وبحلول ديسمبر عام 2021 أطلق البنك ما يزيد على 7 مليارات دولار للبنوك المركزية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود إطلاق اللقاحات والوصول إليها،
والكم الكبير من الأموال الذي وضع على المائدة، استجاب البنك تلبية للدعوة الاتحاد الإفريقي لتنفيذ وجمع مبلغ 2 مليار دولار أمريكي في صورة مرفق ضمانات والتزام تمكن إفريقيا من شراء 400 مليون جرعة لقاح. وفيما يتجاوز التمويل، فإن البنك عمل مع الاتحاد الأفريقي على إطلاق الصندوق الإفريقي لمخطط التعويضات كعناصر هيكلية لإجراء التحول في إنتاج اللقاحات، والآن تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الجهود لتوفير الأمن الصحي في إفريقيا. السادة الحضور الكرام، إن الأزمة الحالية طرحت تحديات جديدة أمام أفريقيا. الصعوبات في الوصول إلى الحبوب والمخصبات الزراعية والأغذية الأساسية ضربت الكثير من دولنا والتي تحاول التعافي من جائحة فيروس كورونا. ونحن واعين أن المشكلات الأفريقية تحتاج إلى الأفارقة لكي يحلونها. وفي هذا الصدد، البنك أطلق مرفق بمبلغ 4 مليارات دولار لمساعدة الدول للاستجابة إلى أزمة أوكرانيا. ومن الجلي أن البنك أصبح آلية فعالة في مكافحة ومنع الأزمات في إفريقيا، ولا يدعم المؤسسات فحسب، وإنما كذلك يمكنها من التحلي بقوة وفعالية أكبر. وكذلك أحدث البنك تأثيرا كبيرا في إفريقيا لاحتواء الجائحة، ويستمر في قيادة المؤسسات التمويلية في إفريقيا، وأصبحوا جميعا دعامة أساسية تعتمد عليها إفريقيا في التنمية. فخامة الرئيس، معالي الضيوف الكرام، نحن نتطلع مستقبلا ولا نقبل بعد 60 عاما من استقلالنا، لا نقبل أن تظل إفريقيا ضعيفة ومشرذمة اقتصاديا. علينا أن نحصد ثمار التكامل في قارتنا. إن الجهود التي نبذلها نحو التكامل الاقتصادي مشرذمة إن تكلفة شراء القهوة الكينية على سبيل المثال عالية للغاية، وتشهد عمليات تستغرق وقت وكلفة كبيرة. وبالتالي إذا ما أردنا عمل عقد لمد طريق ما بين القاهرة وجنوب أفريقيا، فيجب توفير عملة صعبة. والتبعات هي أن التجارة تتحول، والمقاولون الأفارقة يجدون أنفسهم في موقف الضعف والمعاناة. وعلى صعيد آخر، لا تستطيع حمل البضائع والسلع من القاهرة إلى كيب تاون لأن هناك قيود كثيرة وتخوض وتمر بعدة مدن. وبالتالي المعايير الخاصة بالبضائع البسيطة المستخدمة في كينيا تختلف عن تلك الموجودة في السنغال. إذن المعايير ليست واحدة. وفي أفريكسيم بانك نحن نؤمن أنه للإجابة على كل هذه الأسئلة، فإننا نحتاج إلى سعي حثيث نحو دعم اتفاقية تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن قسم التجارة الأفريقية في الأعوام الخمسة الماضية أنفقنا ما يزيد على 20 مليار دولار في دعم التجارة الأفريقية، ونخطط لمضاعفة هذا الرقم في خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
بفضل زيادة رأس المال التي هي بصدد الحدوث، وكذلك الشكر لحملة الأسهم المصريين على الدعم الذي أولون إياه. إن المستقبل مشرق لا شك، ونحن ندعم المقاولون الأفارقة للقيام بمشروعات البنية الأساسية في إفريقيا. وخلال الأعوام القليلة الماضية، 4 أعوام أو ما يقرب من ذلك، ما يزيد على 2 مليار دولار أنفقت لدعم مشروعات عدة. فخامة الرئيس، نحن فخورون بأن المقاولون المصريون يعدون شركاء أقوياء في هذا الصدد وفي تلك الجهود، ويعملون معنا في بناء مشروعات بنية أساسية محورية في عموم أفريقيا. فعلى سبيل المثال، نحن ندعم عقود مقاولات تبلغ حوالي 2.9 مليار دولار في أفريقيا لتطوير مشروعات في تنزانيا لتوليد الكهرباء تولد ما يزيد على 2 ميجاوات من الكهرباء. والمقاولون العرب من مصر هم المقاول الرئيسي في هذا المشروع، وكذلك ندعم المقاولين المصريين في إنشاء محطة طاقة في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، وكذلك محطة طاقة في أنغولا وفي زامبيا. وهناك الكثير من المشروعات من هذا القبيل تتلقى الدعم في إفريقيا. نشكر شركة حسن علام والسويدي وأوراسكوم ووادي دجلة والكثير من المقاولين المصريين الذين نعمل معهم في محاولة لتنفيذ مشروعات في عموم أفريقيا. كذلك هناك دعم أوليناه لمقاولين آخرين في أنغولا، وكذلك مقاولين في بوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات بنية تحتية أساسية في غرب أفريقيا، وفي محاولة لتوفير تحديثات بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي فوضنا فخامة الرئيس السيسي في عام 2019 بإطلاق منظومة التسوية والمدفوعات في عموم إفريقيا، وأطلقنا العمليات التجارية لتلك المنظومة. 8 مصارف مركزية أفريقية، 8 مصارف مركزية أفريقية و45 مصرفاً تجارياً انضمت إلى هذه المنظومة، وهذا رقم لا يستهان به. نستطيع الآن التداول على العملات الأفريقية ما بيننا، وكذلك التحول الوطني أو التوطين لمدفوعات التجارة بين إفريقيا. وفرت مبالغ كبيرة تزيد على 5 مليارات دولار، ومن خلال تلك المنظومة تمكننا من إجراء خفضات كبيرة مكنتنا من الاستثمار في البنية التحتية. ومن خلال هذه المنظومة تمكنت أوغندا كما ذكرت من الاستعانة بمقاول مصري في أوغندا، وتلقى المقابل المقاول المصري أجره بالجنيه المصري، وتم اختتام التعامل بسلاسة بقيمة 500 مليون دولار، وهناك مخطط لزيادتها إلى 3 مليارات دولارات كحجم تعامل بالعملات المحلية. وكذلك أحرزنا تقدما متعلقا بمخطط الضمانات النقل البرية الإقليمية والتعاون في هذا الصدد، ونريد مادة تلك التغطية لتشمل القارة بأكملها. ونحن على يقين من أنه حينما يكتمل الطريق ما بين كيب تاون والقاهرة برعايتكم فخامة الرئيس، وحينما يعمل هذا الطريق فسيتمكن من حمل البضائع من كيب تاون
إلى القاهرة من خلال طريق واحد، ولن يكون هناك حاجة للتوقف عند كل نقطة على الطريق. وكذلك قمنا بإجازة حد 1 مليار دولار للتأكد من أن هذا المرفق سيكون فعالا وسيؤدي إلى سلاسة العمل والانتقال. كذلك الوصول إلى المعلومات مهم للغاية. هذه القارة التي تتسم بالتفتت نحو هذا الصدد أحرزنا تقدما تجاه تطبيق مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الرقمية ويسمى بوابة التجارة الإفريقية، وأطلق هذا من خلال المعرض التجاري الذي أجري في مصر عام 2018 من خلال أفريكسيم بانك وشركائه. ونحن نقوم بالتواصل مع البنوك الأفريقية لدعم التجارة في إفريقيا وخارجها، وحتى الآن أشرك البنك ما يزيد على 500 بنك أفريقي، وكذلك افتتح خطوط ائتمان ل 170 بنك في 38 دولة، وحجم التعامل الإجمالي الحدود الائتمانية 3.9 مليار دولار. كل هذا بهدف التأكد من أنه ما من دولة تكون محرومة من الخدمات التجارية. وحيث تستمر البنوك الدولية من الانسحاب من إفريقيا، فإن أفريكسيم بانك طور استراتيجية لدعم البنوك الإفريقية القوية لسد تلك الفجوة نتيجة الانسحاب، وهذا سيؤدي إلى تعزيز حياة الأفارقة. ونستعين بأنظمة صينية وأنظمة أوروبية، والنظام الإفريقي يتم تطويره لمصلحة الأفارقة. ويسعدنا العمل مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك فيستا وبنك كوريس وأونكو جرين وبنوك أخرى في القارة في مسعانا نحو تلك الاستراتيجية القارية. كذلك يسعدني أن أبلغكم بأن أداءنا المالي يظل قويا، العائدات ما يزيد على 1 مليار دولار في عام 2019 وازداد برغم التحديات، والدخل الصافي ازداد بنسبة 25% ما بين 2020 و2021 حيث بلغ 381 مليونا، وإجمالي الأصول في متضمنة للضمانات تبلغ 25 مليار دولار بنهاية 2021. رأس المال كذلك قوي للغاية. حملة الأسهم، تمويل حملة الأسهم ارتفعت من 3.4 مليار دولار في ديسمبر 2020 إلى 4 مليار دولار بحلول ديسمبر 2021، وبسبب الزيادة غير المباشرة في رأس المال وإطلاق آلية الاتحاد الأفريقي، فإن زيادة الأوراق المالية الجديدة ازدادت بنسبة 1 مليار دولار. ونحن نستهدف جمع ما يزيد على 2.6 مليار، وهذا حدث بعد عدة أشهر من إطلاق تلك الآلية. وأشكر حملة الأسهم والدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي على الدعم الكبير الذي أولوه لتلك العملية. We invite those who are yet to contribute. ونحن ندعو كل من يريدون المشاركة للانضمام، والمؤسسات المالية القوية في إفريقيا التي تستطيع إحداث الفارق. السيدات والسادة، فخامة الرئيس، ختاما لكلامي أعبر عن تقديري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعقد تلك الاجتماعات تحت رعايته. وكذلك أود أن أعبر عن تقديرنا لحملة الأسهم ومجلس الإدارة
ومعالي السيد مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، والسيد سامبوف نائب رئيس النيجيري ومحافظي البنوك المركزية، والسادة الوزراء الحاضرون معنا، وأعضاء الإعلام والصحافة، وكل من عمل بجد لإنجاح ذلك الاجتماع، وبخاصة زملائنا في البنك المركزي المصري. كذلك أود أن أشكر حملة الأسهم ومعالي الوزير محمد معيط، وكذلك شركائنا من مجال الأعمال والتنمية، وأخيرا لزوجتي الحبيبة، أشكرك على تواجدك معنا وتخصيصك الوقت للانضمام إلينا. Thank you for your kind attention. وأشكركم السيدات والسادة لحسن استماعكم. إفريقيا، هذه القارة الغنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، هي جزء لا يتجزأ من جسد المنظومة العالمية. ولعلنا جميعا نعاصر اليوم الكثير من التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتلاحقة التي حلت بدول العالم وزادت من عبء المشاكل والتحديات. وعلى خلفية ذلك يأتي الآن موعد الجلسة الحوارية بعنوان إفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الداخلية. واسمحوا لي الآن أن أدعو على المنصة السادة المتحاورين: معالي السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لجمهورية مصر العربية، معالي الدكتور ديني كالياليا محافظ بنك زامبيا لجمهورية زامبيا، معالي الدكتورة فيرا سونغوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، السيد ألبرت موتشانغا مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، السيدة روزا ويتكر الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ويتكر، السيد أرنولد إكبي الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة إيكو بانك ورئيس مجلس الأعمال في إفريقيا، ويدير هذه الجلسة الإعلامية دينا سالم. فخامة السيد رئيس الجمهورية، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول، أصحاب المعالي الوزراء ومحافظي البنوك المركزية، الحضور الكريم. يشرفني كثيراً إدارة هذه الجلسة التي تتعرض للصدمات والتحديات الضخمة التي تعيشها الدول الإفريقية، بالذات مع المتغيرات الدولية الأخيرة والتي تناولها الفيلم التسجيلي بالتفصيل. لكن قبل أن نبدأ الحوار مع هذه الكوكبة الرائعة من المسؤولين وأيضاً كبار الخبراء الاقتصاديين، أذكركم وبكل المودة بضرورة الالتزام بالوقت المتاح لكل متحدث. أصبح الآن 3 دقائق لكل متحدث، وهذا لضمان سير أعمال المؤتمر بسلاسة وأيضاً إتاحة الوقت لتغطية القضايا الهامة التي سنناقشها اليوم. والعد التنازلي موجود هنا على الشاشة، يمكنكم متابعته لتتذكروا الوقت.
أعتقد بداية أنه من المهم إعطاء لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها دولة المصرية لمواجهة الأزمات الأخيرة، هذه الإجراءات التي اعتبرها البعض استثنائية نظراً للظروف العالمية الأخيرة. أوجه الكلمة الآن لمعالي الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المصري، البنك المركزي المصري، فليتفضل. شكرا حضرتك. بالنسبة للأزمة الأخيرة أنا واحدة فيهم عشان هم كتير. عندنا كوفيد 19 وعندنا طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الجيوسياسية بشكل عام. هي طبعا شكرا لحضرتك. الأزمة الأولانية كوفيد كان التوجه الرئيسي اللي هو كان محورين من أجل تحييد نتيجة هذه الأزمة. المحورين كانوا يتمحوروا حول انه ضخ اموال ضخمه وكميات من السيوله الى قطاعات الاقتصاد، خاصه القطاع الخاص وقطاع الافراد، حتى نحافظ على فرص العماله ومن فقدان فرص العمل. وبالتالي قامت الحكومه او البنك المركزي بضخ أموال كثيرة في الاقتصاد وإصدار خطابات ضمان إلى البنوك المصرية لضمان هذه المخاطر، فتم تحمل هذه المخاطر على البنك المركزي لتشجيع البنوك لضخ هذه السيولة في ظروف صعبة كانت البنوك تخشى فيها من تحمل هذه المخاطر. فبالتالي الخسائر بالنسبة لنسب التشغيل كانت ضعيفة جدا، وفي نفس الوقت كان من مهم ان احنا نحافظ على المستويات العامة للأسعار. وبالنسبة لهذه الصدمة ايضا كان في صدمة نقدية، لان الأسواق الأموال الدولية حصل فيها تحركات الى الخارج، فبالتالي تدخل البنك المركزي بالاحتياطيات النقدية، وفضل أن يتدخل بالاحتياطيات النقدية وأن يحافظ على مستويات أسعار الصرف، أن يجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف. ونجحت هذه السياسة وعادت هذه الأموال فيما بعد في سنة 2020. دول كانوا المحورين بالنسبة لصدمة الكوفيد، ومرنا فيها واسترجعنا قوتنا من الاحتياطيات النقدية. أما بالنسبة ل أزمة أوكرانيا، صدمة الأسعار، زيادة أسعار الوقود، تضاعفها وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية والمواد الغذائية والأمن الغذائي، حيث مصر تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد مواد استراتيجية غذائية. فكان البرنامج الاقتصادي الإصلاحي حقق لنا بعض الحماية من احتياطيات، وأيضا استطعنا أن احنا نعيد تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج، بحيث أن نوظف ونعطي الأولوية في مواردنا من النقد الأجنبي للمواطن واحتياجات المواطن والمجتمع. وبالتالي طبعا تحتاجت هذه الظروف إعادة تنظيم لاستخدام مواردنا من النقد الأجنبي، نظرا ان هذه ظروف صعبة تمر بها جميع البلاد، واعتقد ان المجتمع متفهم ذلك. شكرا. شكرا معالي محافظ البنك المركزي المصري، وشكرا على الالتزام بالوقت. طبعا لكل دولة خصوصيتها في التعامل مع مثل هذه الأزمات. لنتعرف من الدكتور داني كالياليا محافظ بنك زامبيا المركزي على تجربة بلاده في ظل هذه الأزمة، فليتفضل. Your Excellency. Thank you very much, moderator. شكرا جزيلا. Just like my colleagues. وكما ذكر زميلي السيد طارق عامر، ولكن التحديات كانت أكثر عمقا، خاصة حين جاءت الجائحة. وبالطبع أثرت كثيرا على عدة مناطق، وعانينا كثيرا من خسائر في الأرواح وخسائر أيضا في التجارة. ولذا حين أصابت الجائحة عام 2020، في الواقع
حاولنا الاستجابة قدر الإمكان ومواجهة التحديات، ولكننا لم نقم بالإغلاق، ولكننا استطعنا من جانب ووجهة نظر البنك المركزي أن نلعب دورا جوهريا وحيويا، ونحاول أن نعمل على إصلاح النظام المالي، وقمنا بإنشاء صندوق تم تصميمه لتقديم المساعدة للكيانات التي عانت كثيرا نتيجة للجائحة، وأيضا بالطبع كان تحد كبيرا أن ندفع قدما بأن يكون لدينا الأموال اللازمة وتحديد أسعار الفائدة من خلال تثبيتها وتحقيق العوائد المطلوبة، وكان هذا نوع من الدعم الذي ساعدنا كثيرا. وفي عام 2021 كان هناك تغيير في الحكومة، وبعد ذلك جاءت الأزمة الجديدة، ولكننا بالطبع نحن ندرك أن هذه المشاكل التي سببتها الجائحة كانت مشاكل عميقة، ولكننا استطعنا أن نعمل على مد خطوط ائتمانية، وذلك من أجل أن نحاول حل هذه القضايا المتعلقة بالأزمات الحالية. وبالطبع استطعنا من خلال هذه الخطوط الائتمانية أن نحقق فوائد وعوائد عالية، وأن نجلس معا حول المائدة من أجل تحديد إطار وضع استراتيجيات وآليات جديدة لمواجهة هذه الأزمة. ولكننا أيضا قمنا بوضع البرامج من أجل الحل والسعي لحل هذه المشكلات، واستطعنا أن نحقق اتفاقيات في ديسمبر، والتوقعات هو أننا سنقوم بإعادة هيكلة الدين، وذلك من أجل مواجهة التحديات. وبالطبع كان هناك رؤية للتركيز مع من يقدمون لنا الدعم، ولذا استطعنا هنا أن نعمل على رسم إطار جديد وهذا الإدار من أجل تقديم الدعم لإعادة الهيكلة. وبالطبع نحن قمنا بتكوين لجنة رسمية، واستطعنا أن نأتي ونحضر إلى هذا الاجتماع. هذا يأخذنا للدكتورة فيرا سونغوي، وطبعا هي تأتي بخبرة واسعة في المؤسسات المالية العالمية المسؤولة عن منح التمويلات لدول عديدة في ظل الأزمات التي عاشها العالم، بداية كوفيد-19، والآن طبعا تجد الدول نفسها غارقة في أزمات أخرى. Your Excellency, you don't have a translation aid? Do you have a translation aid? الترجمة إنني أتأكد من ذلك. كنت أسأل عن الأزمات الحالية، هل باعتقادك يعني يجب أن تتوقع إفريقيا مثل الأموال التي كانت موجهة لها قبل الأزمات الأخيرة؟ Did you get the question, Your Excellency? هل سمعت السؤال؟ إذا كنت أسألك عن الأزمات الأخيرة. نعم. شكرا جزيلا للسؤال. يسعدني أولا أن أتوجه إلى هذا المجلس الموقر وأهنئ أفريكزيم بنك والبنك المركزي المصري. سوف أجيب على سؤالك سريعا، وسوف أقسمه إلى ثلاثة أجزاء من الأهمية بمكان. بالنسبة للقرار القرار أن تتوقع مساعدات خارجية ولا تشعر بأي نوع من الضيق في هذا الشأن، فقبل أزمة 2020 كانت هناك أزمة مالية. عندما كان هناك أزمة مالية جاءت المجتمع الدولي سويا وحاول
حل وإضافة موارد جديدة لمساعدة الدول الأوروبية التي كانت تريد أن تخرج من الأزمة الاقتصادية. ومن اليوم كأفريقيا نحتاج إلى إصدار حقوق سهم جديدة. إذن البنك المركزي تحدث عن دعم النقد المصري، فمصر تحصل على 2.8 مليار جنيه مصري، ومصر تستورد 8 بليون دولار أثناء الأزمة الأوكرانية. من ثم تحتاج إلى المزيد من الموارد لمواجهة الأزمة، ونحتاج إلى موارد من المجتمع الدولي. بالطبع النقطة الثانية هي التأكيد ودعم حشد الموارد الداخلية عن طريق التجارة وموارد قناة السويس. هناك الكثير من دخول قناة السويس التي وصلت إلى 16 مليار دولار بفضل المرور في قناة السويس، وهناك زيادة في أسعار هذا المرور. ويتعين أن نزيد من التجارة البينية الإفريقية 2.8 مليار دولار، وبهذه الطريقة يمكن أن نقيم التجارة البينية الإفريقية، وذلك لمصلحة الشباب. إننا هناك السيدة هالة، ونحاول أن نعمل على الشبكة الاقتصادية للشباب، ولكن أول عالمة في مجال العلوم عملت في مجال العمل سوف يساعد العمل وزيادة الموارد الداخلية. شكرا جزيلا. شكرا للسيدة الدكتورة. طبعا الدكتورة سونغوي أشارت وأكدت على نقطة غاية في الأهمية، وهي زيادة حجم التجارة البينية في إفريقيا. إذا أتوجه الآن بالسؤال لمعالي السيد ألبرت موتشانغا، وهو مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن. أنتم مسؤولون إذا عن ملفات غاية في الأهمية، كيف تنظرون لأوجه دعم التجارة البينية الإفريقية وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لهذه القارة التي تزخر بالكثير من الموارد؟ شكرا جزيلا سيدتي، وأتوجه بالتحية إلى فخامة الرئيس والجمع الموقر. البروفيسور راما الذي تحدث وقام بتحديد ملف التجارة البينية من أجل تعزيز التجارة البينية، وبالطبع هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن أن نقدمها. أحدها وهي تعزيز البنية التحتية من أجل تعزيز الجودة وأيضا التنافسية وأيضا إزالة الحواجز التجارية والبناء وتعزيز البنية التحتية. وبالتالي استطعنا التوصل إلى الوثيقة الإفريقية والتي تم التصديق عليها من جانب وزير الزراعة ورئيس الحكومة، بحيث أننا سنقوم بتطوير المعايير الأفريقية، وهذا من شأن أن يعمل على تعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. ثانيا الأمر الذي سنعتمد عليه ألا وهي التصنيع، وبالطبع صناعة السيارات ووضع استراتيجية، وهذا سيكون منوطا بوزير التجارة. وحين يتم هذا، لأن هذا من شأنه أن يعمل على فتح الأسواق وأيضا من أجل تعزيز الاستثمارات في صناعة السيارات. وبالفعل هناك ما تم
تم توليد ما يبلغ من مليار دولار، وذلك من خلال الاستثمار في هذه الآليات والاستراتيجية وأيضا دفع الاستثمارات والتصدير الإفريقي إلى الخارج. والمسألة تتعلق الآن بالتنوع في التصدير. في أفريقيا في عام 2017 كانت نسبة التجارة 6%، ولكنها الآن حققت نسبة أعلى من هذا، ولذا يجب علينا أن نعمل مع البنوك التصدير الأفريقية من أجل الوصول إلى خطة تنمية تصديرية وخاصة ووضع برامج معنية بهذا الشأن. ومن خلال هذا البرنامج نحن نتوقع الكثير من الاستثمارات والعوائد، وذلك في عموم أفريقيا، وأيضا أن يكون هناك تصنيع وإنتاج رفيع المستوى، وسنقوم بالتصنيع وأيضا ما يتعلق التجارة في مقابل التصنيع. شكرا جزيلا لك معالي المفوض. وطبعا الحديث عن التجارة البينية الإفريقية وأيضا الاقتصاد في إفريقيا يعني له أبعاد مختلفة، وربما ينظر إليه مجتمع الأعمال بشكل مختلف. لذلك أريد أن أتعرف على رأي السيدة روزا ويتكر، وهي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ويتكر. طبعا هذه المجموعة تستثمر في مجالات متنوعة منها البنية التحتية والزراعة والطاقة. كيف تختلف سيدة ويتكر نظرة القطاع الخاص لطبيعة التحديات والأزمات التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا؟ شكرا جزيلا. أرى أن هناك من الاستثمارات عبر أفريقيا نتطلع إلى الأزمة من ناحية الفرص. بالنسبة قدرة رأس المال، وهي دي تعد فرص تزيد في واقع الأمر، ولا سيما في مجال البنية التحتية. لقد تحدثنا عن 2.3 مليار دولار في العام كفجوة في التمويل، وكيف نسد ذلك؟ نحاول أن ننظر إلى إدارة الموارد الطبيعية ومحاولة جمع هذه الأموال الناقصة في شكل أسهم، وذلك بحماية البيئة أيضا. وأعتقد أن هناك نقطة أخرى، وهي مسألة المناخ. فلست آخر شخص في القائمة، لأنكم سوف تدفعون الفاتورة، لأن الموقف الذي تجد أفريقيا فيها نفسها ندفع الآن الفاتورة الخاصة بالآخرين. عندما نسعى إلى الاقتصاد الأخضر فإن ذلك له قيمة سوقية تبلغ 4 مليار دولار، 6% من السوق العالمية موجودة الآن في الاقتصاد الأخضر. إنها سانحة كبيرة للاستثمار في إفريقيا وبالنسبة للتصنيع في إفريقيا. فضلا عن ذلك هناك هذه الأزمة التي يمكن أن تتحول إلى فرصة للاتصال الرقمي، وقيل الكثير كما تذكير السيد فرايدر، فثلثي سكان أفريقيا يعيشون خارج 3%، وهناك أيضا بناء القدرات كما تم أثناء الثورة الصناعية. قيل أن الثورة الصناعية جزيلا. وطبعا فكرة
الثورة الصناعية الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا. أعتقد أن إفريقيا لديها فرص واعدة في هذا القطاع. نجد أن كثير من الدول الإفريقية أصبحت تعتمد بشكل قوي على التكنولوجيا المالية. هذا يأخذنا للسيد أرنولد أكفي، وهو طبعا من المصرفيين المخضرمين، وكان يتولى إدارة إيكو بانك، وهو رئيس مجلس الأعمال الإفريقي. سيد أكبي، كيف تنظرون للتكامل الاقتصادي ما بين الدول الإفريقية في هذا الوقت الحساس، وأيضا إمكانية التوسع اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة؟ It's working. It's working. No, it's not. Did I press the wrong button? Yeah, listen. Can you see the button? Yeah. Yeah. Okay. Thank you. And let شكرا جزيلا. دعيني أتوجه بالشكر إلى أفريكسيم بانك وجمهورية مصر العربية لاستضافتنا في القاهرة اليوم. في على مدار 3 عقود كنت بطل ونشط للتكامل الإفريقي. أعتقد أن مستقبل هذه القارة هو يعتمد على التكامل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وغير مقبول بالنسبة لنا أن نسافر إلى إفريقيا مع الطيران الأوروبي بينما نملك نحن هذا الأمر، وغير مقبول أيضا. It is not acceptable for Africa to لإفريقيا be industrializing. أن لا تعمل في التصنيع، لأننا نرفض أن نقوم بإمداد الكثير من الخطوط الكهربائية إلى قارتنا. يجب أن تحدث كل هذه الأمور. أن قضية الجائحة والأزمة الأوكرانية هذا يمكن أن يتحله، ولكننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق التسوية، ويجب أن نستخلص الدروس مما يحدث. وهذا الدرس الذي نستخلصه أن نقوم بالتكامل نظام المدفوعات والمواصلات والنقل، وأن نعمل على بناء اقتصاديات الحجم، ومن خلال هذا من خلال هذه الاقتصاديات يمكن أن نعمل على امتصاص هذه الصدمات. لقد قمت بهذا في القطاع الخاص وليس في القطاع العام، لأنني أؤمن أن حتى تكون أفريقي يجب أن تعرف أفريقيا جيدا، وأن المشاريع العملاقة يجب أن تساعدنا لأن ننتقل من الكلام إلى العمل والفعل، وهذا أمر هام. إذا ما كان لدي تعليق أخير سيداتي والسادة، هو دعونا نفعل المزيد. لا تدعونا نعود بعد 10 سنوات ونقول ما هو المستقبل للقارة الأفريقية، ما هي الإمكانات. أمضيت 3 عقود وما زلنا نتحدث عن الإمكانات الأفريقية. دعونا نطبق هذه الأمور على أرض الواقع. شكرا لكم. إذن رسالة قوية، ربما let's get things done، يجب أن نبدأ العمل فورا، وطبعا هذه رسالة نحتاج لسماعها جميعا. يشرفني الآن أن أسأل فخامة السيد رئيس الجمهورية إذا كان لديه تعقيب. شكرا جزيلا. وأنا الحقيقة خلوني الأول أبدأ كلامي بتوجيه التحية والاحترام والترحيب بكل الضيوف اللي موجودين، اللي بيمثلوا البنوك وبيمثلوا المصارف وبيمثلوا المستقبل اللي احنا بنتمناه لافريقيا. وانا ان كان ليا تعليق على النقاش، انتم تكلمتم من منظور الاقتصاد ومن منظور قدرة البنوك ومساراتها وكده. انا يمكن اخر تعليق اتقال من السيد امبكي، مش كده؟ هو ده اللي لفت نظري، مش لفت نظري، ده اللي ممكن ابدا من خلاله الكلام على المساهمه اللي انا ممكن اتكلم فيها على قارتنا الافريقيه.
وأقول إحنا بنتكلم على حلم إفريقيا بقالنا سنين طويلة، من سنين طويلة فاتت، وبنتكلم حتى على 2063 اللي هو يعني الأمل اللي إحنا بنتمناه. وأنا هنا هتكلم من منظور مش بس الاقتصاد اللي انتوا اتكلمتوا عليه، من منظور الدولة. ازاي دولة تقدر تعمل ده؟ ازاي الكلام اللي بيتقال ونكرره كل سنة واتنين وفي كل مناسبة وما بيتحققش؟ ايه الفاصل ما بين الواقع اللي احنا عايزين نغيره وبين الرؤية التي ممكن ان تستشرف الخطوات التنفيذية المناسبة لتحقيقه؟ ايه هي؟ في افريقيا، ومش بس في افريقيا، وفي العالم كله. انا دايما اقول ان المقارنات بتعطينا فرصة، ان احنا المقارنات والبيانات تدينا فرصة على التعرف على الحقائق والاستنتاجات والاهداف. مثال، احنا عندنا في الدول العالم كله بنقول ان في اكتر 20 دولة في العالم اللي هم الاكثر الدول الغنية، دول العشرين. طب هو العالم كله كم دولة؟ 200 دولة؟ 190؟ 200 دولة؟ يعني 20% من دول العالم فقط اللي تستطيع من خلال قدرتها الاقتصادية والصناعية ومواردها حتى انها تتحط في المرتبة دي. طب بقية الدول تروح فين؟ طب احنا ده اول سؤال. انتوا اتكلمتوا على ان كورونا والازمة الاوكرانية كانت كاشفة وابرزت تحديات وازمات لينا بالكامل ممكن نستفيد منها، صحيح. لكن انا هستفيد من حاجة من دي واقول لكم، يا ترى البنية الاساسية في القارة الافريقية جاهزة انها تلبي الطموحات والامال اللي هي شعوبنا بتتمناها لبلادنا؟ انا هديكم مثال على مصر. لما جينا نتكلم على مصر ونتكلم على تطوير البنية او ايجاد بنية اساسية مناسبة ليها حتى تنطلق للعمل الافضل، احتاجنا خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، وانا مش مبالغ، بنتكلم في حوالي، انا هقولهم بالدولار، لكن تقريبا حوالي 400-500 مليار دولار. انا بتكلم على دولة مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، واللي احنا عملناه كان على تقريبا فقط 10-12% منه. طب القارة الافريقية اللي فيها 30,000,000 كيلومتر مربع، وبنتكلم على التكامل اللي انت بتناقشوه وبتقولوا التكامل بين بعضنا وبعض، يا ترى البنية الاساسية اللي تقدر تحقق ده للقارة الافريقية تتكلف كام وهيجوا منين؟ الكلام ده انا قلته من 5 سنين مع في المانيا، وقلت ان اذا كنتم عايزين تغيروا وجه القارة الافريقية وتخلوها قارة قادرة على ان هي تلبي طموحات شعوبها وامال شبابها، انتم محتاجين فقط ان انتم تعملوا بنية اساسية في القارة دي. والبنية الاساسية، ان اتكلمت عن الطاقة الكهربية ما هي بنية اساسية، ان اتكلمت عن الطرق والسكك الحديدية ما هي بنية اساسية، ان اتكلمت عن موانئ ومطارات ما هي بنية اساسية. فبكام ومنين؟ ومين يقدر ينفق على ده؟ طب انتم كبنوك، انا كنت بتكلم على البنوك الاوروبية في المرحلة دي، قلت البنوك الاوروبية مستعدية تدي قروض بتكلفة مالية رغم المخاطر العالية في افريقيا بتكلفة مالية قليلة؟ ده كان كلام لساعتهم، وبستدعيه هنا، مستعدين تدوا قروض للدول الافريقية عشان تعمل بنية اساسية باستثمارات ضخمة وعوايدها حتبان بعد كده؟ فمحدش. انا ارجع تاني اقول، اذا اول تحدي اتصور انه موجود هنا في قاراتنا الافريقية هو ايجاد بنية اساسية قارية، وانا قلت الكلام ده كتير وبكرره قدامكم هنا، في وجود المعنيين عن المال والاقتصاد والمعنيين عن الامل في افريقيا. حلم الناس في افريقيا، البلد القارة اللي فيها اكبر نمو سكاني واكبر حجم من الشباب في قارات العالم بالكامل. اذا كنا بنتكلم على 1.5 مليار تقريبا، ونقول في 2050 هنصل ل 2.5 مليار او اكتر،
احنا دلوقتي 1,250,000,000 نسمة. طب يا ترى الاحلام بتاعت الشباب دي هتتحقق ازاي واحنا مش قادرين نروح، مش قادر اروح لاثيوبيا بالقطر، مش قادر اروح لكينيا بالقطر، مش قادر اروح لها بالطريق، مفيش طريق، مفيش سكة حديد، مفيش مواني تقدر توصلنا ببعضنا، مفيش خطوط طيران تقدر توصلنا ببعضنا. حد يقول لي طب ما هو اعملوا كسياسيين، السياسيين معنيين وهم بينفذوا اي تخطيط على قدرتهم الاقتصادية، على قدرتهم الاقتصادية. هديكم مثال، اذا كانت اوكرانيا بتطلع 60,000,000 طن قمح، 60,000,000 طن قمح، وهي مساحتها بالمناسبة يعني انا هقول ارقام ممكن تتحفظ 600,000 كيلومتر مربع، بس انتوا تفتكروا ان الدولة ديت عشان تقدر توفر وتبقى مزرعة او يعني تقدر تدي منتجات زراعية لكتير من دول العالم، ده اتعمل عشان إرادة سياسية ولا عشان قدرات موجودة على الأرض؟ في كم مليون هكتار مش قابلين للزراعة؟ لا، ده عندهم البنية الأساسية المطلوبة للزراعة، من كهرباء، من طرق، من مصارف، من تكنولوجيا للزراعة المتقدمة، حتى الصوامع اللي موجودة بتشيل 5,000,000 طن، هو حجم التصريف الشهري للدولة ديت قدام طلب بتاع العالم. يعني هي عاملة بنية أساسية هائلة على مدى كام سنة معرفش، بتكلفتها قد إيه معرفش، لكن في النهاية عشان دولة زي أوكرانيا تبقى تحقق ده، طب ما في دول في القارة الإفريقية عندها قدرات للزراعة قد كده مرات كثيرة، لكن حد من زمايلنا اللي موجودين هنا يعرف ان انا عشان ازرع 1,000,000 فدان محتاج ان يكون في الكهرباء بتاعتهم ودي تتكلف اموال ضخمة، محتاجة ان يكون في طرق وسكة حديد ودي عايزة اموال ضخمة، ثم عايزة التكنولوجيا الزراعية حديثة ودي اموال ضخمة، عشان 1,000,000 فدان، مش عشان اتكلم على 25-30,000,000 فدان او اكتر في دول جنب مننا. في يعني مش انا ما بحبش اذكر اسماء دول عشان ما يعني ما حدش يبقى لي يعني يتألم من حاجه، احنا بنتكلم على اشقاء لنا عندهم 200,000,000 فدان قبل الزراعه، صحيح؟ طب ما احنا بنتكلم على الموضوع ده بقالنا 50 سنه ما زرعوش ليه؟ لان المطلوب مش موجود، المطلوب مش موجود. ودي القضية ما بين الواقع اللي موجود وزي ما قلت كده والقدرة على تغييره. عشان تزرع 1,000,000 فدان دول بتتكلم في 100 و150 و200 مليار جنيه، يعني 30 مليار دولار. بالمناسبة لأي حد بيسمعني، اوعى تفتكر ان انا بقول ارقام، دي ارقام انا بدير العمل بها في مصر هنا، يعني الكلام اللي انا بتكلم عليه ده واقع انا بعيشه عشان احول 1,000,000 فدان من ارض غير قابله للزراعه لارض قابله للزراعه، بتكلم في الارقام ديت. اذا النهارده مش القضيه قضيه ان وجود موارد طبيعيه. النهارده لو انت حبيت تروح في اي دوله من دولنا الافريقيه عشان تعمل صناعه اوليه قيمه مضافه للنحاس او قيمه مضافه للحديد، فقط انت عايز الكهرباء وعايز المصنع وعايز الطرق والسكة الحديد اللي توصلك للموانئ عشان الحاجة دي بعد ما تتزرع ما تتصنع وتتحول من مادة خام جاية من الأرض إلى قيمة ممكن مضافة للبلد ثم يتم تصديرها، أموال واستثمارات ضخمة جدا. إذن أول عقبة أتصور موجودة قدام مننا هي توفير التمويل اللازم لبنية أساسية تحقق اللي احنا بنتكلم فيه. أدي نقطة. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، يا ترى الأمن والاستقرار اللي موجود في دولنا هو يسمح بكده ولا لا؟ وإحنا كنا لسه بنتكلم على بنقول يا ترى المخاطر اللي موجودة في دولنا بتخلي الائتمان تكلفته قد إيه؟
عالية ولا منخفضة، وبالتالي موضوع الأمن والاستقرار. وبالمناسبة العنصرين اللي أنا بتكلم فيهم دول في تقديري الشخصي إن هما الأساس والركيزة الأساسية لأي تغيير مناسب للدول. إن ما حققتش الاستقرار والأمن، لا في قطاع خاص ممكن يستثمر ولا في قطاع أجنبي مستعد يجي يستثمر في البلد. يستثمر في بلد مش مطمن لها إزاي؟ يستثمر في بلد فيها عدم استقرار إزاي؟ ما فيش فيها أمن إزاي؟ طيب الاستقرار والأمن عشان يتحقق، يا ترى حلم الشعوب وأملها وقدرة الدولة على تنفيذه، دي مشكلة أخرى. مشكلة أخرى إن الناس عايزك، واللي عايزاه قد تكون الدولة غير قادرة على تحقيقه على الأقل في مزور زمني مناسب. فمحتاج زمن، مش محتاج إرادة، ومش محتاج خطط. لا، إزاي النهاردة تحقق الاستقرار والأمن للشعوب اللي هي بتحلم هي وشبابها على أن هي تحقق لها آمال ولها طموحات؟ طب والآمال والطموحات ديت قدرة الدولة على تنفيذه قد إيه؟ أنا قلت 200 دولة فيهم 20، يعني 10% دول اللي ممكن يبقى معاه. حققوا إزاي مش قضيتي دلوقتي، مش هتكلم فيها، لكن أنا بتكلم على إحنا فين؟ إحنا نصنف من 200؟ كم مننا في قارتنا الأفريقية ضمن 20 دولة اللي إحنا بنتكلم عليهم؟ إحنا بنتكلم على أكثر من 55 دولة أفريقية. كم مننا من 20 دول؟ إذن الفكرة كلها عشان بس يبقى الكلام، يبقى المساهمة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها مع في حضوركم هنا، حضوركم المهم، إن الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة، اوعوا تطلبوا من الدولة دي إنها تتقدم أبدا، لن تتقدم. وده الموضوع بقى ماليش دعوة هو جه إزاي، هي خطة، هو استهداف، هو عدم وعي الناس، أنا ماليش دعوة. أنا في النهاية بقول إيه، الحالة اللي بتصنف بها بلدنا استقرار أو عدم استقرار، فيها استقرار يبقى في أمل، ما فيش استقرار يبقى ما فيش أمل. محدش هيجي، محدش من بقول حتى القطاع الخاص اللي هم مواطني البلد، لو جيت قلت له تعمل مشروع عندك يقولك لو كانت البلد مش مطمن لها أروح بلد تانية، دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها. أرجع تاني أقول النقطة المهمة جدا جدا هي الاستقرار والأمن. اتكلمت على التكامل وأنا معاك فيه، والتكامل ده مش إرادة سياسية بس، لا ده فهم لقدراتنا المشتركة وقد ايه هي هتعود علينا بالنفع لينا كلنا لو احنا تكاملنا مع بعضنا مع دول الجوار ومع دول القارة بالكامل. أنا في مصر، وإن كنتوا تصدقوني، إن كنتوا تصدقوني، وأنا بحلم برضو لأفريقيا، والله أنا بحلف بحلم لأفريقيا، لأنهم ناس ومن حق الناس تعيش والناس دي تكبر وتحقق أحلامها وأحلام شبابها وتعيش في 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 مكان تاني غير المكان اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. فأنا بحلم برضو لأفريقيا، وبقول ربنا، بقول يا رب والله 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 لو أعطتني ما حسيت دولة لما ساعدها، والله والله تاني لو أعطتني ما حسيت دولة لما ساعدها، لأن أفريقيا لن تعبر ما هي فيه إلا بأن احنا نكون كلنا قلوبنا على قلب بعض ونتجاوز أي خلافات أو مشاكل من أجل مستقبل نغير فيه الواقع اللي احنا موجودين فيه لمستقبل أفضل. أرجو أن ما كنش أطلت عليكم الثلاث دقايق اللي الأستاذة دينا كانت حريصة عليهم. فبقول لمجتمع المال والمصارف، إفريقيا أمانة في رقبتكم، إفريقيا أمانة في رقبتكم، والمليار وشوية مواطن أمانة في رقبتكم. شكرا جزيلا. شكرا.
شكرا جزيلا فخامة السيد الرئيس. نعلم طبعا أنكم تحملون طموحات كبيرة جدا لبلادكم، لوطنكم مصر، وأيضا للقارة الإفريقية، وهذا يحتاج إلى الاستقرار بكل شك، وأيضا إتاحة التمويل. حضرتك تسمح لي بدقيقة واحدة أوجه هذا التساؤل للدكتورة فيرا سونغوي، لأننا كنا بنتناقش قبل بداية هذه الجلسة عن المصادر التي يمكن من خلالها أن نحصل على التمويل اللازم لدول إفريقيا. دكتورة سونغوي، ما هي المصادر أو المؤسسات أو الدول التي يمكن أن تساعدنا في هذا الوقت العصيب؟ Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. Thank you for giving me this opportunity. Let me take the opportunity الفرصة. دعوني أنتهز هذه الفرصة لكي أتحدث عن القطاع الخاص، وأيضا أن بالبدء بأن أقول أننا جميعا نحلم من أجل أفريقيا، وكلنا لدينا هذا الحلم. والسبب في وجودنا هنا اليوم هو أن أيضا البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يحلم بهذا الحلم. المسألة تتعلق بتوفير رأس المال بالطبع، معنا وزير المالية، وبالطبع أن نحن نعمل مع البنك الإفريقي من أجل وضع الاستدامة والسيولة، وأيضا خفض تكلفة التمويل. وأنتم تعملون من خلال الفضاء الاقتصادي الكلي، وأيضا نجد أن هناك تكلفة مرتفعة للأسواق، وأن مصر $1.6%، ولكن نجد في أوروبا الدولار الواحد بقيمة 6 سنت. نحن في حاجة إلى الاستفادة من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وأن نعمل جنبا إلى جنب أجل تخفيض نسبة التمويل. نحن نعمل عبر القارة الإفريقية. إذا قمنا بتجميع صناديق المعاشات، فإن هناك مليارات من الدولارات كموارد. حين كنت أزور العاصمة الإدارية الجديدة الرائعة، أقول أن كل دولة تستحق هذه البنية التحتية، أنها بنية تحتية هائلة والتي تتمتع بها العاصمة الجديدة القاهرة. أن الشركات المصرية يمكن أن تقوم بهذا، الشركات في تنزانيا وجنوب أفريقيا تستطيع القيام بهذا. فخامتكم، إذا استطعنا جمع، وآمل أن تنضم مصر إلى مجموعة الـ20، حتى يمكن أن تدعم القارات والدول الإفريقية والدول الإفريقية. الأمر متروك لنا للاستفادة من مصادر مؤسساتنا المالية مثل البنك الإفريقي. رأينا 4.5 مليار التي سمحت لنا بشراء اللقاحات. دعونا نتحدث 24,000 توفر من لائحة كوفيد، ولكن لدينا صناعة أدوية في مصر، ولكن لا أحد يقوم بشراء هذه الأدوية من الأوروبية، لأننا نقوم بشرائها من الهند أو الولايات المتحدة الأمريكية. نحن يمكن أن نقوم بشراء هذه الأدوية بسعر أقل. أعتقد أن البنك الإفريقي أن يقوم بهذا، وأن القطاع الخاص يحتاج الاستثمار في هذا. تحت قيادتك نستطيع القيام بهذا. هذا يجب أن نحصل على حقوق في التصنيع من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق، وأيضا أن نقوي عملتنا. بمجرد أن يكون لدينا كل هذه الأمور، يستطيع البنك الإفريقي أن يقوم بأفضل الأمور. وأن التغيرات المناخية هو في اليوم، وبعد أشهر ستقومون باستضافة COP27 مؤتمر الأطراف. وشكرا جزيلا. التنفيذ يجب أن نركز على حاجة، يجب أن نحقق الحلم سيدي الرئيس. ونحن في حاجة في القطاع الخاص لتمويل هذه المشروعات. نستطيع تحقيق المشروعات الخضراء، وأن أيضا نقترض من أجل المشروعات الخضراء، وهذا سيكون رخيصا. يمكن أن نقوم هذا من خلال المؤسسات المالية والبنك الإفريقي والمؤسسات البنك وصندوق النقد الإفريقي وصندوق النقد الدولي وأيضا البنك الدولي. وكيف أن البعد الإقليمي والمناخ التمويل يمكن أن يساعدنا نحقق حلم أفريقيا، وهذا ما ننتظره جميعا. شكرا فخامة الرئيس لإثارة هذه النقطة. لو تسمح لنا سيادة الرئيس بدقيقتين، لأنه هناك تعقيب. السيد أرنولد أكبي. Mr. Ekpe, you have some input on that matter.
please share it with us. Yeah, thank you, Mr. President. جزيلا فخامة الرئيس، لقد أثرت نقطة هامة وهي التمويل. البنوك الصغيرة لا تمول الاستمرار، أما البنوك الكبيرة فهي تمول. إذا ما نظرتم في إفريقيا فإن أكبر البنوك موجودة في جنوب إفريقيا، وهناك ثلاث بنوك أخرى والتي في المغرب ومصر. أكبر البنوك 300 مليون at central bank level to build big banks. And when you build big banks in Africa, you can finance development. We've seen it. I've seen it with Ecobank. I've seen it with other markets. You, Mr. President, you see what's happening in China. They have big banks. You go to the States, they have big banks. Build bigger banks. And then they can finance development. And we don't have to go cup in hand all the time to the West. Because in terms of financing, there's also risk. هناك المخاطر والبنوك لا تحب المخاطر، والبنوك المصرية تعرف كل شيء عن المخاطر في مصرية. لقد لمست أمر هام، فلنبني المصارف الكبيرة في إفريقيا. شكرا. Mrs. Whittaker. سيدتي، أنا لقد تشجعت مما سمعت اليوم. أود أن أقول أنه في الولايات المتحدة أيضاً يمكن أن نتحدث عن تقديم الدعم من جانبها، وأيضاً أنه يكون لدينا سوقاً مفتوحاً من أجل توفير السوق السندات الذي يضم 600 مليار دولار، ونعمل على شراء هذه السندات من أجل إفريقيا، وهذا يمكن أن يقوم به البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. والرئيس بايدن قام بعرض مبادرات مشابهة لبناء بنية تحتية من أجل إفريقيا، وأمل أن يكون هناك طريقة للمضي قدما للدول الغربية، الولايات المتحدة والصين، أن تقوم بهذا دون أن يكون إضافة إلى عجز موازناتهم. ونحن في نضع في اعتبارنا أن يكون هناك حوافز ضريبية لأنها تحرك القطاع الخاص، بالنسبة وأن للشركات الأمريكية أن تقوم باستثمار في البنية التحتية يجب أن يكون هناك أرباح، وهذه الأرباح بالطبع غير خاضعة للضرائب. ولذا هذه هي نوع المقترحات التي نتحدث عنها، وأنا آمل أننا يمكن أن نعمل على خلق بعض المناصرة فيما يتعلق بكل هذه المعطيات. يجب أن ننهي الجلسة الشيقة الآن للأسف، لأنه لدينا جدول مشحون. طبعا لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفنا الأفاضل والمتحدثين الأفاضل في هذه الجلسة، طبعا السيد الأستاذ داني كاليالا محافظ بنك زامبيا المركزي، أشكر أيضا الدكتورة فيرا سونغوي، والسفير السيد السفير ألبرت موتشانغا مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والتعدين. الشكر موصول أيضا للسيدة روزا ويتكر، طبعا سيدة الأعمال المعروفة، ومستر أرنولد أكبي المصرفي المخضرم، أخيرا وليس آخرا السيد الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري. وشكرا جزيلا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تشريفك لهذه الجلسة الافتتاحية، وإعطائنا لمحة عن بعض الخطوات التي يجب أن نتخذها في المرحلة المقبلة في مصر والدول الإفريقية. شكرا جزيلا لكم جميعا. السيد رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، في نهاية هذه الاجتماعات وهذا المؤتمر ندعو الله أن تتحول توصياته إلى واقع ملموس، ونوجه الآن الشكر للقائمين أيضا على هذا المؤتمر. شكرا ودمنا في عز ورخاء.